مساء الخير، انا اسمي باسم الهادي. I'm the co-founder and CEO of Kijami, a digital agency based in Cairo. انا I believe in the beauty of social media. In any brand, corporate or commercial or any brand بتنزل على social media, it's become humanized with that personality. And this is the beauty of it. ان انت مش بتركز على commercial side of the brand, you're focusing on the value. هو ده اللي انا my belief, and this is how I see and I approach digital. And how to add a value to community and how to influence your community, and this is how eventually it will build. أنا اسمي فادي رمزي وأنا country manager ل Interact Egypt وبشتغل consultant أو استشاري لل e marketing social media engagement. يمكن ده علم شوية إحنا مفتقدينه، لأن إحنا كلنا متحمسين فنروح على طول على فيسبوك ونبتدي بوست ونبتدي تويت على تويتر. لكن أنا في رأيي الإنجيجمنت زي ما أنا كنت بقول في البرزنتيشن بتاعتي، هي سايكل بلان دو تشيك أكت. لازم بحط خطة وبحط وقت وبحط ريسورسز وبحط تركيز جامد قوي. إيه البلان بتاعتي على السوشيال ميديا؟ بكون بقول إيه لمين التارجت أودينس بتاعتي؟ إيه الإنترست بتاعهم؟ إيه الكاركتر بتاعهم؟ إيه الحاجات اللي بيحبوها؟ دي بلان، وده إكسرسايز معقد بيتبني عليه حاجات كتير. بعد كده ببتدي انفذ الموضوع ده، ولكن وانا بنفذه دايما بقيس. لازم دايما حاطط كي بي اي، دايما حاطط كول تو اكشن، دايما حاطط حاجه ميجربل اقدر اقيس بيها، حاطط مايل ستونز. كل مايل ستون بقيس ان انا حطيته ده هو الارقام ده وصلت ده هو ده اللي انا كنت عايزه ولا اقل، ابتدي اعدل البلان بتاعتي وري امبلمنت البلان. فانا شايف ان اهم حاجه ان انا اعمل بلان ان انا يبقى عندي تولز او وسائل اقدر امونيتور بيها البروجرس بتاعي، وده اللي يديني الانجيجمنت اللي فعلا احنا موضوع بسيط جدا. لازم يكون عندك استراتيجي قويه. الاستراتيجي دي بتحدد فيها كذا حاجه، بتحدد فيها الاوبجكتيفز بتاعتك، التارجت اودينس، انت بتكلم مين، شخصيه البراند بتاعتك شكلها عامل ازاي، بتكلمهم في انهي فيكلز. ات ذا اند اوف ذا داي الناس كلها عايزه تبقى انترتيند. احنا بنفولو الحاجات اللي بتبسطنا، مش لازم يكون الانبساط مجرد ضحك، ممكن يكون معلومه قيمه او انبساط او حاجات كثيره مختلفه. فالبراند اللي يقدر يوفر الانترتينمنت فاليو أو الـ value in general in terms of the content بصفة مستمرة للـ target audience، اللي هو فعلاً الـ target audience بتاع البراند، هو ده اللي هيقدر إن هو يحقق الـ engagement.